عايزه اتكلم امبارح عن مسؤولي اللجنه المنظمه للبطوله العربيه لانديه هنا الجودو تحديدا، واللي بنتكلم عنها العالمين 2023 اللي اعلنوا شعار البطوله وشكل كمان الميداليات المخصصه لاصحاب، نتكلم المراكز الاولى في كل الاوزان يعني. منافسات البطوله دي هتقام في الفتره من 12 ل 18 اغسطس، هتكون زي ما حضراتكم عارفين في مدينه العالمين الجديده. اعتقد اختيار موفق جدا وبمشاركه عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من الدول العربيه، وانا بعتقد ان المنافسات دي هتكون قويه لان واثقين ان اللاعبين اولا المصريين عندهم القدره على المنافسه بشكل كبير جدا، حصد الميداليات كمان وان شاء الله تحقيق المراكز الاولى. بالنسبه للجودو في العموم، الجودو المصري اصلا لو جيت يا كريم اتكلمت عنه واتطور يعني بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وظهر ده بشكل قوي كمان من خلال النتائج اللي اتحققت على كل المستويات الدوليه. فيعني برضو هنرجع نقول كل التوفيق وبطولة حلوة ومكان أكثر من رائع، فإن شاء الله يشرفونا بإذن الله.